السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 25 ابريل 2016. انا كنت في مصر في نفس اليوم في 2012، قلت حاجة في الصحافة وفي الاعلام لما عملوا لي، ما كنت في التلفزيون، قلت اللي انا حاسس ان مصر هتقعد 25 سنة ياكل الشعب المصري في نفسه، وفي ناس كتير زعلت مني، انت متشائم. اللي بيحصل في مصر، يعني هنتكلم بصراحة وعشان بس تفهم. يحرق الإخوان ويحرق كل السياسيين والفلول والشماليين واليمين واللي فوق واللي تحت والأحرار وكل الأرجوزات السياسيين الموجودين في مصر، اللي وصلوا مصر بالطريقة اللي احنا فيها، هم السبب. انا اولا مش اخواني، انا اولا مش سيسي ولا فلولي ولا مباركي. حبيت عبد الناصر والسادات لان اتربيت انا بيهم، ولكن اللي وصلنا له في مصر ده، ايه اللي بيحصل؟ كله بياكل بعضه، ومتعرفش تتكلم مع اي حد، ومتعرفش حد يسمع لك. اسمع لهم بس ما عادش عندهم ودان، كله عنده ميكروفون، كله مقطعين مصر بتتفتت مننا، من الناس المفروض يحافظوا عليها، من الحكومة ومن اسمهم ايه اللي المفروض يبقوا ضد الحكومة، والشمال ومن بره ومن جوه. يخرب بيتكم، عملتوا ايه ببلدي؟ اللي بشوفه في التلفزيونات دي، ايه ده؟ ايه التطبيل؟ وايه ايه اللي بيحصل؟ كل تلفزيون تفتح عليه وتلف، واحد بيشتم في ده والتاني بيشتم في ده، وفي الاخر صدقوا بالله مش هتتلاقوا تاكلوا، لان انتم ماسكين ميكروفونات تشتموا ببعض وسايبين الشغل. وهنقعد نشحت؟ السعودية تدينا والإمارات تدينا وكله تدينا. طب افرض دول ما عادش معاهم فلوس، هنعمل ايه؟ عارف امتى هيحصل ايه؟ هياخدوا كل شبابنا السعودية في حروبها مع اليمن وفي سوريا، وهيبقى الحاجة الوحيدة اللي مصر معاها كارت فيه هو الشباب اللي هيحارب، لان احنا خلاص ما عدناش بننتج حاجه. قولوا لي والنبي بننتج ايه؟ بننتج ايه الا قله الادب واللسان الطويل؟ الفضائيات اللي كنا احنا واحنا صغيرين، التلفزيون متربيين، مين اللي كان بنسمعه في التلفزيون؟ احسان عبد القدوس، طه حسين، نجيب محفوظ، يحيى حقي، العمالقة، الشعراوي. دلوقتي بنسمع لمين؟ الأسامي، الناس الرداحة. أنا
أنا نفسي أنزل مصر ونفسي أموت وأدفن جنب أمي، بس مش عارف إزاي أقنع نفسي أجي أزور مصر باللي أشوفه، باللي بيحصل النهاردة. معارضة إيه وخرا إيه وقلة أدب إيه وناس مع الحكومة وطالعين حاطين بداية على دماغهم ورافعين أعلام، إيه ده؟ إيه ده؟ عملتوا إيه ببلدي؟ ما قدناش للشباب، لأن الشيخوخة اللي في سني اللي ماسكين البلد بوظوها. شوية جزات، ها؟ أرى جزات اللي ماسكين السياسة في مصر معارضين أو الحكومة، كلهم أرى جزات، لأن أهميتهم هو العداء والجدل مع الآخر. ما شفناش حالة مؤتمر للشباب أعطيه الأمل، لأن من غير الشباب مش هننجح. الشباب يكلمون على الإنترنت خلاص اسودت الدنيا في عينيهم. بسبب مين؟ أولياء أمورنا، بسبب جيلنا، لأن احنا تربينا في أحسن جيل. احتفالات النهاردة بسينا ده، هل احتفالاتنا بسينا احنا نعظم الناس اللي دخلت الجيش في 66 ما طلعتش الا في 74؟ الناس اللي عدوا القناة، الناس اللي اتهزمت وقامت وعادت بنائها وعدت القناة وجابت سينا تاني، احنا بنرفع اعلام دول تانية عليهم وبنحط البيادة على دماغ الأمهات ودماغ الأطفال. اخص عليكم عار. فين اللي احنا لابد اللي احنا نعلم الشباب مش يحط بيادة على دماغهم وجزمة على دماغهم؟ الأطفال ما أم جميلة كده تحط جزمة على دماغها ومعلقة صورة السيسي. طب والسيسي ليه يفيده؟ والله السيسي ما يرضاه ده، والله العظيم الراجل ده ما يرضاش اللي واحدة حط صورته على صدرها وحط بياد الجيش على دماغها. ما نعظمش الجيش ان نحط بياد على دماغنا، لا، ده هم حربوا وماتوا واستشهدوا عشان ما نحطش بياد على دماغنا. هقول ايه وايه وايه، ولكن اخواني الشباب من غيركم مش هننجح. وبطالب الحكومة، الناس اللي عندها مخ، لابد اللي احنا نعمل مشروعات للشباب لتنوير الشباب. ما تدلوش شغل الاول، علمه، شوف الشاب عاوز يعمل ايه وشاطر في ايه. ناس كتير تقول لي انا عاوزين نيجي امريكا، قول له انت عاوز تيجي تعمل ايه؟ يقول لي اي حاجه، اقول له لا، لازم انت تبقى شاطر في حاجه عشان تيجي هنا وتبقى فرص. لو عاوزين نعلم الشباب يبقوا شاطرين. وحشتني مصر، وحشتني بورسعيد وعظمة المرأة المصرية أمي. أبويا مات وأنا عندي 9 سنين. الست دي كانت بتخدم، كان عندها 9 عيال، يعني 10 في البيت، كانت بتاخد 7 جنيه معاش، وقعدت وكسرت ظهرها عشان تخيط وتجيب لقمة العيش وتعلمنا.
وعلمتنا ازاي نبقى نضعف، فقراء بس نضعف. عمرها في حياتنا ما فقدتش الامل، لا قالت لنا هتنجحوا، شافت فيا اللي ممكن انجح، قالت لي ساعدتني، ما كانش معاها اي حاجه، باعت صغتها، باعت الحلق بتاعها. دي الام المصريه اللي انا اعرفها، مش الام اللي تحط بيادة على دماغها. النبي خلي بالكم من ولادكم وعلموهم، وسيبوا بقى الجدل والتطحين في بعض يخرب بيت عقلكم. ابنوا البلد كلنا، مش هتنفع البلد هنقعد نحارب في بعض، مش هتنفع، لازم نبنيها كلنا ايد واحدة. كفاية، انا اسف انني زعلان والله، زعلان من اللي شفته. المفروض اللي احنا نحتفل بيوم عظيم نكرم الشهداء، مش نعمل الاراجوزات اللي حصلت وحاره العيد. لا لا لا، عيب. السلام عليكم. سيد بدريه من لوس انجلوس كاليفورنيا، وبخرج من بورسعيد، لكن بورسعيد ومصر جمهوريه. السلام عليكم.